يو السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو الدراري جينا باش نهضروا فيه على الغبره ديالنا، وجينا نهضروا فيه على المستقبل ديال لاشين ان شاء الله. سو ما تنساوش الدراري تلايكيو هذا الفيديو وتبارطاجيو مع عشرانكم، وماكس سيبور الدراري يكون في هذا الفيديو. حشموا هذا الفيديو، غتكون واحد لاشين اخرى، غتكون واحد بزاف تلعيبات غيتزادوا، دونك غنوليو نتبازاو على بزاف الحوايج وما غاديش نبقاو نقطعوا، وغادي يكونوا شي لعيبات اللي واعرين، شي لعيبات اللي غادي ينفعونا في دوفيس او ابار دوفيس. دونك اول حاجه بغيت ندوي لكم عليها اللي هي هذه الغبره اللي غبرتها. اولا اسباب هذه الغبره هما انني شونجيت الدار اللي كنت ساكن فيها. كنت في الاول ساكن غير مع والديا، دابا وليت ساكن راسي. المهم تغيرت الظروف، تغيرت بزاف الحوايج، لذلك الدراري حاليا غنوليو واخدين راحتنا بزاف بالنسبه للريكورد، بالنسبه للستريمين. ما تنساوش الدراري دوزو لتويتش، راه او لاشين تحت الديسكريبسيون، دوزو لتويتش راه ولت كنستريمي فيها، ستريميت فيها البارح والبارح، وانسى لي ريكورد ديال لا فيديو غنعاود نستريمي فيها. اوكي ما تنساوش الدراري تبارطاجيو كي قلت لكم لاشين، والماكس سيبور اللي لايك، كلشي يدير لايك الدراري. بالنسبه للدراري المستقبل ديال لاشين، ان شاء الله الدراري ما يبقاش تكرر هذه القضيه ديال اننا غادي نبقاو نغيبوا بحال هكا مثلا، ما نبقاوش نلوحوا فيديو. بالعكس غادي نوليو تقريبا مينيموم يوليو 3 أو 4 الفيديو، ديك 3 جوج 4 في السيمانه. حتى من بعد ان شاء الله نزيدوا شويه بهذا الريتم. ابخي غادي نديروا مثلا، نقدروا كاع ملي غنشوف السيبور ديالكم وغنشوف التحفيزات ديالكم ليا، ابوسيبل قالوا لي ندير لكم نهار لا فيديو، ولا نقدر قاعد نمشي قاعد معكم يوميا فيديو. سو اللي بغيت ندوي لكم عليه الدراري هو ان لاشين ان شاء الله ما بقاش غادي تبقى مختصه بالنسبه لدوفيس، غيوليو بحال دابا مثلا دي جو اخرين، ولكن لا باز ديال لاشين اللي هي الجو اللي غتكون اوفيسيال في لاشين اللي هي دوفيس. دونك دوفيس غنبقاو هي الساس، وشي الاخر غنوليو بحال قلت ديك اللعيبه ديال التقاوت، فهمتي ديك مره نشونجيو شي لعيبه، نديرو ليغ، نديرو ماينكرافت، نديرو كل مره نشونجيو شي لعيبه باش من اللوج او ثاني. وما تنساوش الدراري اللي كان عندكم دي جو بغيتوني نقصروهم كتبوا لنا في لي كومونتير، ما تنساوش اللعيبه. هما الفيديو خفيف ظريف بغيت ندرو لكم باش نشرح لكم السيتياسيون. دابا حاليا الدراري وليت دابا ليبر كثر، دونك نقدر ريكوردي وقت ما بغيت، نقدر نستريم وقت ما بغيت. باكونت فاش كنت في اللو كنت مع الدار، دونك يقدروا مثلا يدخلوا عليك الدار شي لعيبه، ما كنتش واخد راحتك. حاليا ان شاء الله نكونوا واخدين راحتنا الدراري. سو هادشي مزيان لينا بالنسبه لاشين باش ما نبقاوش نقطعوا، ما نبقاوش بزاف اللعيبات. هادشي اللي كاين، قلت لكم لايكيو بارطاجيو مع عشرانكم، وما تنساوش الدراري اهم حاجه اللي هي السيبور ديالكم، اللي هو باش كيخليني انني نتحفز ونزيد لقدام، ونزيد زعما انني تجيني الرغبه باش ندير لي فيديو. سو ان شاء الله الفيديو الجاي راه جاي واحد لا فيديو ديال دوفيس، غادي نشرح فيه لي سونج كنت باغي نديرو دابا شي شهر دابا. المهم داز شي لعيبات وما قدرتش نصاوبو. المهم فكرة جاية ان شاء الله الدراري هي غادي ندوي لكم على ليسونج، حيت بزاف الناس اخر فيديو واقيلا كنت دويت على ليسونج، بزاف الناس قالوا لي شنو هما ليسونج، كيفاش هاد ليسونج، شنو هاد البلان ديال ليسونج. المهم انا بالنسبه لي الدراري عمرني درت سونج وكريت هاد التيم هادي على ود باش نقصروا السونج، ولكن قبل ما نديروا السونج بهاد التيم الدراري غنحاولوا نديروا الماكسيموم ديال ليكات، الماكسيموم ديال لي دوفيس، نجمعوا كاما باش نشريو ستوف، نيكيبيو شي دي ستوف مزيانين وندخلوا على ليسونج. سو هادشي اللي كاين الدراري، دخلوا تويتش، ونعاود نقول لكم عاوتاني لايكيو بارطاجيو مع عشرانكم، ماك سيبور الدراري لهاد الفيديو، حيت مورا هاد الفيديو الدراري غتحول لاشين واحد التحويله زعما شي حاجه اللي زوينه بزاف اللي، واهم حاجه منهم هي اننا ما بقيناش نقطعو. سو هادشي اللي كاين، ما بقى ليا نقول لكم تشوفوا في فيديو جاي. يلا بيز عليكم.